أعدائي في بلاد الغرب. من آوى حروب الأيام الصعبة تعدي نوصل لرفيق شروق الأيام الأصعب. بتزيد أيام الغربة في بلاد الناس وتزيد مسافات البعد بعدد الأنفاس. كنت صديق فغريب تصبح أغرب. بتناسى الأيام من ماضي حياتنا قلبك لو عشش فيه النسيان. للمرة الأولى هيعرف سر التحنيط يصبح صاد الفرن وخشب التوابيت. تكويت لا يقول الآه ولا يشبع تكبير. نص رغيف المقسوم وياك كان بيشبع بطن وروح كان بيداوي بروح وهموم. دلوقتي رغيف كامل بيشبع أكتر لكن مين هيعيش على شيء مسموم. قلبك طير يا غريب في بلاد مش ليك سقفك أرض الناس أصحاب الأرض. قلبي جناين ورد ما تصدرهاش نحلة ولا تطفوش عاشق ويكون لحبيبته حياة. الورد يموت أوقات مش سوء الجو الورد يموت فائد معناه. فيه أشياء فيها الروح لو طبحت نصين بتموت لو رجعت تاني ومتعش. وصل المثال يا صديق هقراه بتقاوى موج الأيام الصعبة تعدي. أيام مين؟ أيام مين؟ إزاي إنسان ممكن يندم؟ إنسان ما بقاش يخطط ليه؟